تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية تقدر بحوالي 8000 كبسولة بريغابالين 300 ملغرام أجنبية صنع، مع توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 34 سنة على متن سيارتين سياحيتين نوع كيا بيكانتو وكليو كومبيس، بالإضافة إلى 7 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 130 ألف دينار جزائري.